شاي صح. تسلم ايدي. كده برضه عايز تسيبنا بسرعة وتروح تقعد لوحدك في الخلا؟ الله، شوية شاي مزاج. الهنا والشفا. أخيرا هترحم المفروش وعيش في ملكي ده. ماشي يا سيدي، لما نشوف هتقدر تعيش هناك لوحدك وتنسى الزمالك وأهل الزمالك ولا لأ؟ هقدر طبعا. بقولك ده حلم حياتي. أشوف مشروعي كده وبتبني قصادي وبيتي بدل ما يضحك عليا والكربت. طيب، بس عشان تبقى عارف مكان ما هتروح هتلاقيني فوق دماغك. ده مكاني. انت بتقولي ايه؟ تنوري في اي وقت. كنت عايز منك خدمه كده. عناية. عايزك تشوفي لي خط مصر، خط الدوله ده خارج بيتي في الفلوس. اه والله. بس كده بدل الخط 10 وارقام مميزه كمان. يا سلام. اه طيب، شوفي لي كده ارقام فيها خمسات ستات. خليك في الخمسات يا صالح عشان الحسد، بلاش الستات دي. صحيح، خلينا في الخمسات. اه متحرمش منك الغالي. يعني ايه هيبات في الارض يا بنتي؟ هي لسه اتبنت. اصبري بس، انا هروح لبكره قبل ما ينزل. شوفي يا استاذ، ولا اتاخرنا كتير؟ لا ما في شيء، ولا تأخرنا ولا حاجة يا أستاذي يا مولانا. يعني ده لسه ما شربناش الشربات ولا كان. كل ثانية واحدة إذا بتريد. ثانية عامر. اتفضل، عايزك في حاجة. اتفضل يا أستاذي اتفضل. إيه صابرين هربت؟ ما جاتش لحد دلوقتي، هنعمل إيه؟ ده الراجل هيضربنا بالموت والمأزوم. هربت ولا حاجة يا عم؟ أمال مستني إيه طيب؟ أنا بأكد عليها هتيجي. طب اتصل بيها، مستني ايه؟ الراجل بقول لك هيضربنا بالمطوة. يلا اتصل. تسلم ايدي، بدون مكوية مخزورة زي الفل. فكرين بالمرحومة امي. امك الله يرحمها. الله يرحمها. اتفضل يا سيدي، ادي الخط اللي انت كنت طالبه مني. ما رضيتش ازعلك، جبت لك فيه اربع ستات. اربع ستات ستة واحدة؟ اه رقم حلو والله. اي خدمة. امسك. تسلم ايدك يا موسى. كنت بقول ايه؟ قول يا حبيبي. ما اشوف لك شقه صغيره كده، اوضه وصاله في الزمالك، ومش هتدفع فيها اكتر من 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ في حاجه ب 1000 جنيه دلوقتي؟ يا سيدي انا هجيبها لك ب 1000 جنيه، ما تشغلش بالك انت. بقول لك الباشمهندس قال لي خلاص الاوضه بتاعتي هتجهز، لازم اقعد جنب المصلحه. اه. اسمعي، خلي الشنطتين الكبار دول عندي، وانا اخد الشنطه الصغيره دي، ماشي؟ ايوه يا عامر. لا خلاص انا ظبطت الشنطه شويه ونازله. طيب ماشي يلا خلاص. اوكي باي. مين اللي جاي دلوقتي؟ كويس ان انا لحقناك يا صالح. ازيك يا هنود؟ صالح ازيك؟ سلمناها حبيبي. ما يتبانش في بقك فولة، انت لحقت؟ قلت لها. امال ايه دي هند؟ يا حد غريب؟ لا طبعا، جبت رقم جديد اديه لها بقى. دي سلمناها، سجله عندك بقى. سلمناها. حاضر. 0122 4 ستات 65. رقم فخم. طب بقول لك ايه، انت هتروح تقعد جنب الارض من دلوقتي؟ طبعا، احنا سلونا كده لما يكون عندنا ارض نقعد فيها. هو ده الكلام؟ هو ما يفهمش سلوينه والحاجات دي. فيها ايه يعني لما اقعد في الارض؟ لا عادي، مفيش حاجه. هو ايه اللي عادي مفيش حاجه؟ لا طبعا مش عادي. في حد في الدنيا يسيب العمار ويجي يقعد في الصحراء؟ مش كفايه سبت بنت اختك وجاي تقعد لي في شقه مفروشه؟ حرام عليك يا صالح. من فضلك سيبك من موضوع الصحراء ده وتعالى اقعد عندي. ويا سيدي بقى روح بص عليهم من وقت للتاني. قولي له يا بنتي. سيبك منهم ويسولهم وخليك معايا. ستات مهبوشه. صحرة ايه ام صحرة؟ الصحرة اللي بتقولي عليها صحرة دي بكرة هتبقى جنة. اه والله. طب بقولك ايه، انا عايزك. انت عارف ايه اللي هتبقى جنة؟ بيحفروا الوقت في المترو في الجيزة، هيوصل هناك على طول. اسمع، ممكن تقبل مني حاجة بس تساعدك في اللي انت هتعمله ده؟ تساعدني انا؟ اه. ايه هي دي؟ تاخد عربيتي. ما هو انت مش هينفع تعمل مشوار زي ده وما يبقاش معاك عربية ترجع بيها. طب وانت تروح الشغل بايه؟ لا خلي عربيتك معاك.
بقول لك ايه، انا هزعل كده جدا. خد العربيه، هحس انك انت لسه مش موافق عليا. جدع سر. لا جدع والله. امسك يا معلم. ايه ده؟ خلي الخادم ده معايا. الخادم ده غالي عليا قوي، حافظ عليه زي ما بتحافظ على هنا. ماشي؟ ماشي. حبيبي يا سر. حبيبي. بدك تتركي امك؟ ماما ماما لا ماما قومي. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هي اكيد عامر في حاجه حصلت لها يعني اخرتها. بقول لك ايه، انا همشي الناس بقى عشان هو متاخر، وان شاء الله نبقى ناخد ميعاد تاني يعني. ماشي ماشي يا ابو حسين. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس العروسه عملت حادثه عجله، احنا اسفين. ان شاء الله اول ما تسترد صحتها نبعت لحضرتك. احنا اسفين جدا، اسفين معلش، ما نقولكوش في حاجه وحشه. طب اخويا انا استاذن انا بقى. سلام. صابرين هتجوزك يا صابرين، هتجوزك غصب عن عين امك فوزية مش شعر اصفر. صابرين شوفي يا استاذ، عايز ايه؟ مالكش دعوه، انا عايز صابرين يا استاذ. ما في حدا هون. مالكش فيه.